مقابلة جمعية شلف مع وفاق سطيف كانت دون مقدمات وحضور قوي للكرة الساخنة واصطدام كرة اللاعب بالعمري بالقائم الأيسر للحارس صالحي ليرد عليه اللاعب مسعود، لكن الحارس خضيري كان بالمرساد ليستمر مسلسل الهجمات من جانب المحليين قادها كل من تجار والخضاري ودهام، غير أن الحارس الصطيفي كان متفطنا لخطورة الكرات، كما خلق اللاعب حدوش متاعب لعناصر فريقه بعد تضييع فرصة كانت سانحة للتهديف، وهذا قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين. خلال الشوط الثاني فسح المجال إلى التسديد والاعتماد على الهجمات المرتدة ودخول المناصرين في التشجيعات التي لم تكن كافية لتلهب الحماس لدى التشكيلتين. في الربع الساعة الأخير تمكن وفاق سطيف من بسط السيطرة على الميدان، ترجمها اللاعب دلهوم بهدف حاسم سمح لفريقه بالظفر بثلاث نقاط ثمينة.